سبع تصرفات تزعج المرأة، ابتعد عنها لتكسب حبها. المرأة بفطرتها حساسة، تجرحها كلمة وتداويها كلمة، فهي تختلف في طبيعتها عن الرجل، ولذلك يجد الرجل صعوبة في التعامل والتفاهم معها على الرغم من حنانها وطيبتها. اليوم سنعرفك عزيزي المتابع على بعض التصرفات التي تكرهها المرأة، وحرص على الابتعاد عن هذه التصرفات حتى تبقى على وئام مع زوجتك. أولا، القسوة. أكثر ما يثير مخاوف المرأة تجاه الرجل قسوة المعاملة. يظن معظم الرجال بأن حنان المرأة كفيل بأن يغفر لهم سوء معاملتهم. طبعا هذا الأمر غير صحيح، فقد تسامح المرأة الرجل، لكنها من المستحيل أن تنسى قسوة معاملته. فإذا كنت تطلب حب المرأة لا تقسو عليها. ثانيا، الإهمال. إن إهمال الرجل للمرأة هي أحد أكبر مسببات ابتعاد المرأة عن الرجل. فالمرأة تحب أن يهتم رجلها بها، وتحب أن تشعر بأنها مميزة وأنها أهم ما في حياته. فإذا لم يظهر الرجل للمرأة الاهتمام ستبتعد عنه وستنفر منه مع الوقت، وبالعكس القليل من الاهتمام سيرضيها وسيكسبك قلبها. ثالثا، الكذب. الكذب من أسوأ الصفات على الإطلاق، حيث يقوم بعض الرجال بالكذب وتزوير الحقائق بدافع التهرب أو الخيانة. وفي جميع الأحوال الكذب مرفوض تماما عند المرأة، وإذا اكتشفت المرأة كذب الرجل من المستحيل أن تصدقه مرة أخرى. رابعا، الخيانة. الخيانة هي أسوأ ما يقوم به الرجل تجاه امرأته. فالرجل الخائن يتحول في نظر المرأة لإنسان مجرد تماما من المشاعر والأخلاق، وتعتبره غير جدير بالاحترام. فالمرأة تفضل الانفصال على الاستمرار مع شخص خائن لا يصون حبه. خامسا، البخل. البخل أكبر صفة تكره المرأة وجودها في الرجل. فالمرأة بطبيعتها تحب الهدايا والتسوق، ولذلك تميل للرجل الذي لا يحرمها شيئا. فإذا ما كان رجلها بخيل ستبتعد عنه بالتأكيد. سادسا، الشك. 90% من حالات الطلاق سببها عدم الثقة والشك الدائم. فإذا كان الرجل لا يثق بالمرأة ويشك في كل ما تقوم به ويشك في كل ما تقوله، فهذا يعني أن الرجل لا يمكن الاستمرار معه، لأن الزواج يجب أن تقوم على أساس الثقة المتبادلة. سابعا، الجبن. المرأة بحاجة لرجل قوي قادر على تحدي الصعاب، وبحاجة لرجل بكل معنى الكلمة يقف بجانبها ويساندها. فإذا ما تصرف الرجل بجبن فبالتأكيد ستعتبره المرأة إنسانا ضعيف لا يستحق أن تبقى بجواره. إن أعجبك الفيديو شجعنا بإعجاب وتعليق، وليصلك كل جديد اشترك الآن.